وحياكم الله أعزائي المستمعين ويا أهلا وسهلا فيكم ويسعد مساكم بكل خير على أثير إذاعتكم ألف ألف أف أم وبرنامجكم الطبي الأول في إذاعة ألف ألف طبابة ألف. طبعا ما أخفي عليكم موضوع عن اليوم في طبابة ألف أقدر أقول لكم مو مألوف عن أي موضوع تكلمنا فيه سواء بالصحة العامة أو الجلدية والتغذية أو إيش ما كان المشاكل أو نقول لكم العلل الصحية الباطنية. اليوم موضوع نقدر نقول هو يتلخص في ثلاث أجزاء، أول شيء إنساني، الشيء الثاني طبي أكيد، الشيء الثالث حفاظ على حياة. طبعا أقدر أقول لكم ضيف اليوم أنا أبغى أشكره حتى قبل لا يسلم علينا ونسمع صوته، أقول لكم أنه عمل لنا شيء مختلف اليوم، لكن خليني أعطيكم بس اللهم لمحة عن موضوعنا اليوم. والله ما أخفي عليكم أنه كلنا ننحط في موقف ومأزق وحيرة كبيرة وتامة وحالة من العجز لما نشوف حادث قدامنا، وش ما كان الحادث، سواء حادث قدامنا بالطريق صار دهس ولا تصادم سيارات وحوادث سير أو حوادث وقوع من الدرجة أو من الدور الأول أو حتى حروق ما نعرف إيش نسوي قدامها. طبعا عجزنا ايش يكون؟ عن المعلومات اللي ما نعرفها، الاكشن اللي احنا ممكن ناخده، ما نعرفين شو هو، نكون احنا عاجزين وقتها وفي حيره ان نقدم الرعايه والعنايه الاوليه لما يتعرض شخص قدامنا لهذه الامور زي حادث السير. وطبعا حنتكلم اليوم عن هذا الموضوع من شتى النواحي لانه اليوم بيكون طبعا معانا نجمنا في هذه الحلقه والدكتور خالد صالح الجهني استشاري جراحه عامه واستشاري مساعد جراحه الحوادث. يا هلا وسهلا فيك دكتور خالد، منورنا اليوم. الله حييك، تسلم وشكرا على المقدمة الجميلة. لكن استاذ هاني انت قلت كل حاجة فما حقدر ازود على الكلام اللي انت قلته للأمانة، لأن والله دكتور خالد اكون صريح معك، لمن يعني تعرف الجاهل عدو نفسه، ممكن في حادث السير مع التجمهر على المصاب ترى يموت وما يسوي له شيء، لا انهم يفتحوا له منافذ الهواء في الشباك، لانهم يكون عندهم رعايه صحيه يفهموا فيها، ممكن يتصرفوا ويشدوا من مكان الحادث بطريقه ممكن تسبب له حتى الشلل. بالضبط، وهذا الكلام اللي ان شاء الله اليوم حنشرحه ونوجهه للمستمعين ونقول لهم كيف يقدروا يتعاملوا مع الحالات هذه باسهل طريقه ويقدموا الرعايه الصحيه إلى أن نوصل للفريق الطبي المختص أو الفريق المسعفين المختص. طيب دكتور لو تكلمنا كده ببساطة وبشفافية أكثر، إذا كان الواحد فينا أول الواصلين لموقع الحادث، خلينا نقول أنه حادث سير زين، سواء دهس أو تصادم بالسيارات، وش التصرف السليم من ناحية الشخص في حالة أنه كان فاهم وعارف أو مو فاهم وعارف، إيش يسوي؟ طيب خلينا نبسط الأمور شوية. إذا أنت في سيارة سواء كنت داخل البلد أو خارج البلد، نعم، فدائما لو شفنا حادث قدامنا السؤال اللي دائما بيجي في بالك أنا متى أقدر أتدخل وكيف أقدر أتدخل، حلو، إيش الوقت المناسب اللي أنا ممكن أتدخل فيه وإيش الطريقة المناسبة اللي أنا أقدر أتدخل فيها وساعد المصاب اللي قدامي هذا إلا أن تأتي الرعاية اللازمة وتقدموا له الرعاية المطلوبة وينقلوه على أقرب مستشفى إن احتاج الأمر. حلو. بالنسبة لحوادث السير، قبل ما نتكلم كذا أو قبل ما نشرح إيش دور المسعف في حوادث السير، بس لو تسمح لي أستاذ هاني أقدم رسالة بسيطة للشباب والشباك. نعم. اللي بيسوق السيارات. أتفضل الله يسلمك. قبل ما تحتاج المساعدة من أي أحد أنت لازم تساعد نفسك. لازم تلتزم بأداب القيادة، لازم تلتزم بحزام الأمان، لازم تسيب العدو الأول اللي أنا أعتبره من وجهة نظري لقائد المركبة الجوال، هو العدو الأول والعدو اللدود كمان. بالضبط، وإنت بتسوق لا تمسك جوالك، لا ركز في طريقك، البس الحزام وتأنى في السواقة، مشوارك حتوصل وحتوصل سواء أتأخر 5 دقائق أو 10 دقائق، في النهاية أنت تبغى توصل مشوارك وأنت سالم آمن، في ناس تستناك، أهلك تستنوك، فلازم تحط الشيء هذا في عين الاعتبار. وللأسف إنه الحادث دائما يحصل في جزء من الثانية، في طرفة عين. مو الثانية تفرق، الله يسلمك، اللحظة تفرق. بالضبط، بالضبط. فإيش دورنا كمسعفين؟ في نوعين من المسعفين، في مسعف صاحب خبرة ومتدرب زي اللي هو سيارات الإسعاف مثلاً اللي نكلمهم عادة، اللي نعتبرهم إحنا الجنود الأوائل، الخط الأول.
اللي هم سبب حياة المصاب بعد الله عز وجل بالضبط. فعلا بالضبط بالضبط، هم اللي لهم الدور الكبير في إنقاذ المصابين. وفي المسعف اللي ما هو متدرب زي الجمهور كذا بالضبط، الجمهور العام. فأنت كواحد من الجمهور واجهت حادث قدامك، خلينا نقسمها إلى جزئين، إذا كان الحادث وصل مدينة وصل البلد، وإذا كان حادث في منطقة نائية أو في طريق سفر، أو لا قدر الله على أي أحد إنه حصل عليه حادث ومعاه أحد في السيارة ولسه ما في أحد حوله، كيف ممكن أقدر أساعد؟ حلو حلو. النقطة الأولى، إذا كان الشخص محتجز في السيارة، يكفيك أنك أنت تسأله أي سؤال بسيط، حتى لو كيف حالك، بمجرد أنه هو يرد عليك فأنت اطمنت تماماً أن مجرى التنفس عنده كويس. حلو. إذا كان محتجز في سيارة لا تحاول أن أنت تطلبه، لأنه أنت ما أنت مدرب على كيفية استخراج المصاب من السيارة. في فرق متدربة على هذا الكلام، سواء الدفاع المدني أو الإسعاف، الهلال الأحمر، هذول متدربين كيف ممكن نطلع المصاب من السيارة. انت لو حاولت انك انت تطلعه من السياره، ممكن لا قدر الله اذا كان عنده اصابه في الراس او اصابه في الرقبه او العمود الفقري، ممكن لا قدر الله انت تسوي له زياده ضرر على هذا الشيء. طيب دكتور، وش رايك في موضوع نتصل، يعني انا اشوف انك لما تشوف الحادث، مجرد هذه وجهه نظر شخصيه لا اقل ولا اكثر، إذا أنت كنت جاهل وما تعرف كيف تتعامل مع النزيف أو مع عدم التنفس أو منك عارف تطلع من السيارة، الاتصال السريع على رقم الطوارئ السعودي لو 911 لو 911 قد يكون هذا برضو خدمة جميلة أنت تسويها عشان بالضبط. تنقذ هذا البني آدم بسرعة. هذا أفضل شيء أنت ممكن تسويه كمسعف غير متدرب في حادث وسط المدينة. إذا لقيت حادث قدامك لا تنزل من سيارتك، تجنب التجمهر بقدر المستطاع، اتصل على 911 أو 997 وأطلب الرعاية للمصاب اللي قدامك. أنت بهذه الطريقة تجنبت التجمهر، سهلت وصول سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وسهلت نقل المصاب من موقع الحادث إلى المستشفى. وفي طريقة ثانية كمان أقترحها، مجرد اقتراح، طبعا هو الموضوع مو طبي ولكن هو انساني، ان الواحد يمنع الناس انهم يتجمهرون، يامن وينظم حركه السير، يحط حتى مثلث تحذير لو عنده بالسياره، يبعد الناس بقدر الامكان. في ناس بيعملوا هذه الحركه قدام عيني بشوفهم كثير، احترمتهم عشان ما يسووا مشكله او نقدر نقول اضطراب في حركه السير، وبالتالي الاسعاف ممكن ما يوصل. المشكله استاذ هاني انه اذا كان في حادث، فدائما الطرف المصاب في الحادث ما حيكون عنده الوقت انه هو يعمل الشيء هذا، يعني ما حيقدر ينزل يحط المثلث. لا، هذا مين اللي يسويها؟ هذا واحد من الجمهور. انا قصدك من الجمهور انه زي حركه الاتصال على 997 و9911، ممكن تسوي حركه انك انت نفسك تروح عند سياره المصاب وتحاول انك انت تبعد الناس، تحاول انك انت تنظم. نحاول بقدر المستطاع انه احنا ننشر الوعي وثقافة خطر الحوادث وكيفية التعامل معها بين كل الجمهور. يعني مثلا لو لقيت سيارة متعطلة قدامك وشفت قدامك واحد اوريدي بدا يعمل الاشياء هذه، بدا انه حط مثلث، حط الاشياء هذه، ف دام انه سواها واحد قبلي فخلاص المفروض انه انا اوكي احاول اتصل على الهلال الاحمر، احاول اتصل على 911 واتجنب انه انزل او اساعد، او لانه الطريقه هذه اللي انت بتسويها حتكون هي افضل حاجه تقدمها للمصاب. انت بتقدم له خدمه اصلا، انت كده اصلا بتسعفه، هي هذه افضل خدمه انت ممكن تقدم له هي. ولكن في حاله نتكلم عن مثلا انت في طريق سفر وصار قدامك حادث وانت لوحدك، انت هنا مضطر انه يكون عندك ردة فعل بالضبط. تماما مختلفة دكتور، ايش الواحد يسوي بالضبط. فعلا احنا ايش ممكن نسوي في هذه اللحظة ايش ممكن نسوي؟ طيب اذا كان المريض محتجز في السيارة وحسيت انك ما حتقدر تطلعه، يعني يكفي انك تسأل المريض المصاب سؤال واحد، كيف حالك؟ لو رد عليك المصاب انت كده حتكون متأكد تماما انه مجرى التنفس عنده كويس، لانه هذا اول خطر ممكن يواجه اي مصاب في اي حالة. إذا تأكدت إنه مجرى التنفس عنده كويس، كل اللي عليك إنك أنت تتصل على رقم الطوارئ وحيجوا يباشروا الحالة. زي ما قلنا قبل شوية إنه عدم محاولتك إخراج المصاب من السيارة هذه بحد ذاتها أكبر مساعدة للمجتمع. طب دكتور، في حالة المصاب كان غير واعي، هل عادي نفتح المنافذ الهوائية حقت المصاب نميل راسه يعني للخلف
ورفع بالزبط. الفك السفلي أشوف هذه الحركة يسويها دائما بالضبط. حتبدأ تسوي الحركات إذا كان المصاب عنده صعوبة في التنفس حتبدأ تحاول تفتح له مجرى التنفس بدون ما تحرك يعني بقدر المستطاع تحاول أنك أنت ما تحرك رأس المصاب أو رقبته تجنبا لأي ضرر ممكن يكون حاصل في الرقبة أو في الرأس. طيب خلينا نقول مثلا لدينا مصاب ما هو محتجز إيش ممكن أنا أسوي؟ مو محتجز؟ مو محتجز في السيارة نعم. ونزل من السيارة ولقيته جالس قدامي كيف أنا أقدر أساعده بطريقة سهلة وبسيطة وأجنبه زيادة أي ضرر نتج عن الإصابة أو نتج عن الحادث؟ وش اللي ممكن نعمل؟ أي نعم. أيوة. إذا لقيت المصاب جالس قدامك كل اللي عليك لأنه في أخطاء شائعة دائما تحصل في هذه يعني في هذه اللحظة بالذات. خلينا نبدأ بالأخطاء وبعدين نقول إيش الطريقة السليمة اللي ممكن نساعد فيها المصاب. طيب دكتور خالد يلا إحنا حنوقف بس اللهم لحظات بسيطة بناخد فاصل زين طبعا. وحنوقف عن هذه النقطة ليش عشان حنفصلها الفقرة القادمة بالتفصيل زي ما تفضلت طبعا. أنا لسه معايا دكتور نجم حلقتنا طبعا اليوم دكتور خالد صالح الجهني استشاري جراحة عامة واستشاري مساعد جراحة الحوادث بيكمل معانا في موضوع في حالة أن احنا شفنا المصاب خارج السيارة وكيف ننقذه بالتحديد. طبعا بس أذكركم لو عندكم أي استفسار أو سؤال لدكتور خالد صالح الجهني كل اللي عليكم تبعتون رسالة واتساب على 0556689001 طبعا مرحبين بالكامل بأي استفسار منكم. أنتم تستمعوا لإذاعتكم ألف ألف FM برنامج طبابة ألف مكملين معاكم لا تروحوا بعيد. ويا هلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين ولسه مكملين معاكم في برنامج طبابة وبالتحديد مع طبعا ضيفنا اليوم ونجم حلقتنا الدكتور خالد صالح الجهني استشاري جراحة عامة واستشاري مساعد جراحة الحوادث وموضوعنا اليوم بالتحديد عن كيفية التعامل مع مصابين الحوادث. دكتور خالد معانا دكتور خالد طبعا احنا وقفنا عند نقطة يلا عشان تكمل لنا هي لان انا قطعتك المعذرة طبعا منك على لو احنا كنا في طريق سفر وشفنا واحد مصاب خارج من سيارته وش اللي نسويه بالتحديد بالضبط. احنا وقفنا انه قلنا لو المصاب محتاج للسيارة ايش المفروض مننا ان احنا نعمل جاء الدور لو لقيت وهذا اللي يكون اكثر شيوعا لو لقيت المصاب خارج السيارة أو إنه هو يقدر يخرج بسهولة من السيارة إيش ممكن نعمل؟ زي ما قلنا قبل الفاصل إنه إحنا حنقسم الموضوع إيش الأخطاء الشائعة اللي بتحصل وإيش المفروض إن إحنا نعمل؟ يعني الغالب لما بتشوف أي حادث شوف استغاني إحنا بطبيعتنا شعب شهم شجاع بس عندنا فزعاتنا ممكن تكون خاطئة بالضبط. يعني أنت جبت الخلاصة إحنا شعب تزيه بس زي ما الأشياء هذه لها إيجابيات في نفس الوقت لها سلبيات صح. يعني مثلا لو لقيت واحد مصاب قدامك بعد حادث لا تحاول أنك تشربه موية أو تعطيله أي شيء لا غلط يعتبر لا تحاول أنك أنت تجلسه كمان هذه صحيحة لا تحاول أنه أنت تقطع له ملابسه تفك له ملابسه إلا في حالة أنه أنت شايف قدامك في نزيف من مكان معين وتبى تحاول توصل حلو زي ما اتفقنا في الجزء الأول أنه لو كان المريض محتجز تطمن عليه أنك تسأله أي سؤال كيف حالك رد عليك فأنت تأكدت أنه مجرى التنفس قدامك كويس الرجال بيتنفس كويس. طيب المرحلة الثانية المفروض أن احنا نخلي المريض في وضع مستقيم مستلقي على الأرض في وضع مستقيم الرأس مع الرقبة مع العمود الفقري نعم. وما نحاول أنه احنا نحرك فيه لين ما يجي الفريق الطبي المساعد. طيب دكتور في جاك سؤال حلو من أحد الإخوة طبعا اسمه راكان يقول لك منور الحلقة يا دكتور طبعا في شغلة إحنا نسويها دائما لما نشوف حوادث إنه نضغط على الجرح سواء نربطه أو نسوي اللي نبغى هو بيتكلم عن هذه الشغلة إنه هذا عادي فإيش رأيك؟ حنتكلم عنها جايينها في يعني كذا حنتكلم خطوة بخطوة إيش ممكن نعمل. طيب أوكي حلو على كده اي نعم قل لي بعد ما نخلي المريض مستلقي على الارض مع الرقبه مع العمود الفقري وتاكدنا انه هو بيتنفس بشكل طبيعي اذا واجهنا قدامنا جرح قطعي وفي نزيف فكل اللي علي انه انا اذا قدرت انه انا اقدر اغسل الجرح يعني كده بمويه نظيفه واغطي الجرح بشاش او باي قطعه نظيفه واقعد ضاغط على الجرح بس
هذه أكبر مساعدة أنت ممكن تقدمها للمريض. ونتجنب نتجنب نتجنب إنه إحنا نربط الجزء اللي فيه الجرح. إذا كان جرح قطعي نكتفي فقط بالضغط على الجرح. إنه إحنا نربط الطرف بربط جدا قوي له فوائد وفي نفس الوقت له أضرار. إذا كان لا قدر الله الطرف اللي قدامك مبتور فهذا الوقت اللي أنت لازم تربط الطرف اللي قدامك عشان نوقف النزيف يعني دكتور؟ النزيف بالضبط. إيه نعم. أما لو كان فقط جرح كل اللي عليك أنك أنت فقط تضغط على الجرح لين ما يوصل الفريق الطب المساعد ويتم نقل المريض على المستشفى ويتم معاينته من فريق الطب المختص. ممتاز حلو. طيب دكتور في شغلة ثانية طبعا ما نترك المصاب وحده لغاية ما يجي الإسعاف صح؟ بالضبط بالضبط. لازم على الأقل تكون واقف عند المصاب تطمن أن أموره كويسة. في بعض الأوقات إذا كان المصاب بعيد ممكن أنك أنت تتلقى يعني كذا اتصالات متكررة من الفريق الطب المساعد على اساس انك تاخذ منهم حتى بعض الجايد لاينز زي ما يقولوا على اساس تاخذ منهم ايش تعمل بالضبط بعد ما بالضبط. توصف لهم الحاله ممكن ان هم يفيدوك الى ما يوصلوا. وهذا شيء ممتاز وبيسووه حاليا. انا شايف انه فعلا بيصير يعني حاليا جهود وزاره الصحه وجهود هيئه الهلال الاحمر بصراحه لا تقدر الثمن وكل ما عرف تطور يعني فعلا بالضبط. احنا يعني دائما وابدا نشكر الله على النعمه اللي احنا موجودين فيها. تمام. طبعا دكتور في سؤال جميل لك انت طبعا دكتور من المستمع مريم. مريم تقول لك دكتور انت تقول نثبت المريض بوضع مستقيم صح؟ طبعا. تقول لك بالنسبه للراس ايه تقول لك طب الراس ايش نعمل فيه؟ الراس بالتحت يتفضل الراس بحيث يكون يعني نخلي المريض مستلقي على الارض بحيث يكون الراس والرقبه والعمود الفقري على خط واحد. ما نحاول انه احنا نلف راسه لا يمين ولا يسار لا نخليه في وضع مستقيم. طيب ما نرفع الرأس طبعا هي تقول نرفع الرأس ما نرفع الرأس لا ابدا ما نحاول انه احنا نرفع الرأس ما نحاول انه احنا نلف راس المريض على اليمين او على الشمال بالذات في حالات حوادث السير المجهولة الطريقة. انت ما انت عارف كيف صار الحادث لا ممكن طبعا. لا قدر الله يكون في إصابة في الرقبة مع تحريكك لرأس المريض تسبب له ضرر زيادة عن الضرر اللي نتج عن الحادث. طيب دكتور هذه في حالة وضعيات إيه المريض نعم. إذا كانت الأخت مريم تسأل إن وضعيات المريض نخلي المريض على جنبه هذه غالبا حتكون في إصابات الرأس حنتكلم عنها في حوادث الوقوع في النقطة الثانية إن شاء الله. طيب دكتور عندي سؤال شخصي أنا في حالة أنه أنا أو أي أحد الله يحفظ الجميع طبعا دكتور كنا جزء من الحادث حلو تمام وش أول شيء الواحد يسويه لو هو فعلا كان مع عائلته وصر له أول حاجة لازم تكون هادي. طيب أول حاجة لازم تهدأ تستوعب الموضوع تعرف أن كل حاجة قضاء وقدر تؤمن بقضاء الله وقدره. إذا كان حسيت أنه أنت أمورك كويسة وتقدر تقوم تساعد الناس اللي حوالينك فحتبدأ بأكثر الناس احتياجاً للمساعدة. حلو. تبدأ تشوف إذا كان مثلاً معاك في الحادث خلينا نقول مثلاً معاك أنت الطرف الرابع معاك ثلاث أشخاص في السيارة فحتبدأ يعني كذا توزع المصابين على حسب أيهما أكثر حاجة للمساعدة الأولى. حتشوف مين اللي مجرى التنفس عنده مفتوح وبيتنفس كويس. حتشوف مين اللي ما عنده إصابات خطيرة مين اللي ما عنده نزيف فحتخليه في المرحلة الأخيرة من المساعدة. حتبدأ باللي يحتاج فتح لمجرى التنفس. حتبدأ باللي يحتاج إذا في أحد لا قدر الله يحتاج إنعاش قلبي رئوي نعم. تشوف اللي عنده نزيف يحتاج أن أنت توقفه وتبدأ بالتدريب. طبعا هذه الآلية اللي بتستخدم في جميع الحوادث. يعني كأنك بتقول دكتور خالد أفحص نفسك أولا من أي أذيات بالضبط. في البداية وبعدها أنت بالضبط. تفقد الأشخاص اللي حولك وشوف مين الأكثر أهمية بالمعالجة بالضبط. يعني في أشخاص يكون عاتم في الحادث لا يدوك صوت ولا تنفس هذول يخوفوني أكثر لو مغمى عليهم. أهم حاجة تهمك أنت كأول واحد وصل إلى مكان الحادث أو فرد من المصابين أنك تتأكد أنه مجرى التنفس مفتوح مريض يقدر يتنفس بسهولة. هذا حيسهل عليك أشياء جدا كثيرة. طبعا هذه النقطة الأساسية لأنه للأسف أنه هذا الشيء اللي
اللي لازم كذا تحطه بعين الاعتبار، وهو أول حاجة لازم يعني هذا اللي حيحدد بعد يعني كذا بعد قدرة ربنا المريض هذا ممكن يعيش أو ممكن لا قدر الله يتوفى. ممتاز. النزيف ممكن يوقف، النزيف ممكن يسيطر عليه، إذا خسر شوية دم ممكن يتعوض، لكن لو المريض ما قدر يتنفس للأسف ما حتقدر تساعده. دكتور أنت جبتها صح، لأنه أبو مشعل بيسأل سؤال يقول كيف نتفقد علامات التنفس أثناء الحوادث؟ السؤال جميل. زي ما قلنا أول أسهل حاجة ممكن تتفقد فيه التنفس أنك تسأل المصاب، تتكلم معي كيف يعني حالك؟ إيه؟ كيف حالك؟ رد عليك هتعرف أنه هو حيقدر يتنفس كويس، وفي حالة عدم الرد معناته في شيء عالق، يا حيكون فاقد للوعي أو ما هو قادر يتنفس، أو حتلاقيه قدامك بيعاني على بال ما يتنفس. طيب هذا الوقت دكتور خالد، هل عندنا الأهلية أو الصلاحية نبحث عن عوائق في فم أو حلق المصاب لو حسينا أنه هو عينه مفتوحة وكونشس يعني واعي بس مو قادر يتكلم ولا يتنفس؟ هذه للأمانة مجهز لها جزء كبير كذا، إنه إيش ممكن، كيف ممكن نجهز أنفسنا، كيف ممكن نستثمر في أنفسنا في الأشياء هذه اللي ممكن تساعدنا في يوم من الأيام، وللأسف للأسف في أغلب الأوقات إنه ممكن تحتاجها لأحد مرة قريب منك، اللي هي الدورات الإنعاش القلب الرئوي، دورات الإسعافات الأولية. هذه الأشياء أنا من وجهة نظري الشخصية لازم في كل بيت، في كل عائلة، في كل مكان يكون في أقل شيء شخص عنده الدورات هذه ويكون جاهز. إذا ما كان كل العائلة، إذا ما كان يعني كل أفراد، إذا كنا في منشأة كل أفراد المنشأة، إذا كنا في عائلة كل أفراد العائلة. فهذه الأشياء اللي جدا ضرورية الواحد إنه هو يأخذها في حياته، لأنه عاجلا أم آجلا حتحتاجها. وفعلا فعلا كل المنشآت لازم يكون عندها دورة أو ثقافة بالإسعافات الأولية، وحتى العائلة وحتى العمومة، نتكلم عن الشعب كله اللي يكون برا، على أساس أنهم ينقذوا حياة. والأشياء هذه سهل أن أنت تأخذها، يعني جمعية الهلال الأحمر بتقدمها، مستشفيات وزارة الصحة بتقدمها. بعدين الشيء الجميل فيها أنه مو لازم يكون عندك خلفية طبية، ممكن تأخذها وأنت إنسان ما عندك أي خلفية طبية. هذه للعامة كلها أكيد 100% دكتور، لأن هذه إجراءات تطبيق الحفاظ على الحياة. الناس القائمين على الشيء هذا بيبسطوا لك هي بشكل جدا مبسط، وبيعلموك إيش الأساسيات اللي أنت تقدر تساعد فيها أي مصاب أو أي مريض. على كده دكتور حننتقل معك مع الفقرة القادمة. طبعا أنت قلت لنا كيفية إصابة أو إسعاف متأسف مصابي الحوادث في المواقف الخطيرة، أتكلمت عنه بكل يعني بطريقة حلوة. نبغى نتكلم معك بعدها بشيء ثاني، نبغى نتكلم عن حكاية اللي هو السقوط أو الوقوع. طبعا هذه كمان ما تقل خوفا وخطرا عن حكاية الحوادث. هذه برضو من الأشياء الشائعة جدا اللي دائما بتلاقيها، يعني أتوقع أي طبيب طوارئ بيسمعنا أو أي أحد كذا في حياته إلا وشاف واحد طاح قدامه، سواء طاح من سلم، طاح على درج، طاح على الأرض، طاح من مرتفع، دور أول، دور ثاني، من سقالة. طيب هذا المريض أنا كيف ممكن أتعامل معه؟ أو إيش الأشياء اللي أنا أحتاج أعملها عشان أساعد المريض هذا إلين ما يوصل الإسعاف أو إلين ما يوصل الفريق الطبي؟ وهذه حتكون فعلا اللي هو بداية فقرتنا الجاية طبعا مع دكتور طبعا وهريخ في القمر. معانا دكتور خالد الجهني، هو دكتور طبعا خالد الجهني استشاري جراحة عامة واستشاري مساعد جراحة الحوادث، نجمنا في حلقة طبابة. دكتور خالد لحظات نكون معك، وطبعا موضوعنا كيفية التعامل مع مصابين الحوادث، ورقم واتساب إذاعة ألف ألف من أجل استفساراتكم، زي ما شاء الله استفساراتكم ما شاء الله كثيرة الآن على 055-66-89-001. ومكملين معكم أعزائي المستمعين مع موضوعنا اليوم في طبابة، كيفية التعامل مع مصابين الحوادث. لكل استفساراتكم حياكم الله على واتساب إذاعة ألف ألف أف أم 055-66-89-001. طبعا ضيفنا لسه مستمر معانا الدكتور خالد صالح الجهني، استشاري جراحة عامة واستشاري مساعد جراحة الحوادث. دكتور خالد يا هلا وسهلا فيك. الله يسلمك استاذ هاني، يعطيك العافيه، وشكرا جزيلا لكم صراحه على هذه الاستضافه الجميله.
لنشر الوعي والثقافة الصحية لأثر خطورة الإصابات وكيف يتعاملها. وأنتوا طبعا دكتور خالد سفراء هذا المجال، وطبعا أنتوا المثقفين الصحيين فيما يخص الحفاظ على الحياة. وطبعا دكتور خالد طبعا ما أخفي عليكم، أنا قابلته بالتحديد في الفورمولا 1 اللي حصلت هنا في جدة، وطبعا هو كان أكثر من مرحب بفكرة أنه يطلع معنا بالراديو. أشكرك. الله يسعدك، أعطيك العافية. بالعكس، لأنه أنا أتوقع أنه في جانب للمجتمع إحنا لازم نقدمه، لازم نقدم الوعي للناس، لازم نقول لهم كيف ممكن يتعاملوا مع الإصابات، لأنه بعض الأحيان أي واحد من الجمهور ممكن يكون هو الجندي الأول في مساعدة أي مريض. وكل واحد يعني ياريت بس الجندي أقرب الناس لك عيلتك، ممكن تكون هي المصابة. أنت يعني تخيل أنت بتحافظ على فرد من أفراد عيلتك بعلم بسيط يكون عندك. بالضبط، وهذا كله يعني اقتداء بقول الله تعالى ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. والنعمة بالله. يكفيك أنك لما تساعد أي إنسان ويقوم بالسلامة لك أجر الإنسان هذا. طيب دكتور، قبل أروح لموضوع الوقوع اللي هو من سواء دور أول أو من الدرجة أو إيش مكان، في الأخت إلاف طبعا بعت رسالة أنا جدا حبيتها، فبقول لك الموضوع بالتحديد، لأنه زي ما يقولوا إيش، في وقت الضرورة تباح جميع زي ما يقولوا إيش الأخطار. دكتور طبعا هي بتكتب لك دكتور هذه الرسالة، تقول دكتور خالد الجهني شهادتي فيك مجروحة، سؤالي دكتور إذا كانت السيارة على وشك أنها تنحرق لا سمح الله، كيف ممكن إخراج المصاب وشكرا. طيب سؤال جميل، لأنه فعلا لكل مقام مقال. بالضبط، في كل السيارات، في كل يعني في أي سيارة ممكن تشوفها، يعني واحد من الأشياء الأساسية اللي موجود في السيارة طفاية الحريق. إذا كان المصاب قدامك، طفاية الحريق موجودة عندك، تقدر إنه يعني تحاول تطفي الحريق، وفي نفس الوقت إذا كنت لوحدك هتحاول تخرج المريض أول حاجة. إذا كان حلو. يعني إذا كنتوا أكثر من شخص، أحد يحاول يطفي النار وأحد يحاول يخرج المريض. وفعلا سمعنا كثير عن هذه الحالات، هي أدت إلى مضاعفات مع الأسف. ممكن نعم. كل محاور الحلقة حقت اليوم إذا كان حادث سير أو وقوع أو حروق ممكن تلاقيها في حالة واحدة. نعم. ممكن واحد بيسوق سيارة حصل له حادث، صار له حادث سيارة، حصل له وقوع من فوق جسر مثلا، أو انحرقت على السيارة. فهذه الأوقات لازم زي ما قلنا في ترتيب المصابين، هتبدأ ترتب الأولويات، إيش اللي ممكن أنا أعمله الأول. إذا كان خروج المصاب، أبذل قصار جهدي إن أنا أخرج المصاب عشان أحميه مع اتخاذ الإجراءات المناسبة اللي هي نحافظ على وضع الرأس، نحافظ على وضع الرقبة، نحاول نخرج المريض بكل هدوء من السيارة ويكون في أحد ثاني بيحاول يطفي النار، أو زي ما قلنا يكون في فريقين أو شخصين، واحد يحاول يطفي النار، واحد يحاول ينقل المرضى، يطلع المصاب من السيارة. ممتاز. أجل الحين أخذها بعدة طرق. في حالة كان في فريق يتولى يعني أنه يخمد النار، والفريق الثاني يحاول يطلع المصاب بهدوء وبالتالي يحافظ على وضعية رأسه وجسده بالكامل عشان ما يصير فيه مضاعفات، والهدوء مهم في هذا الموضوع. طيب على كده دكتور، يلا حننتقل لحكاية الوقوع، نروح للنقطة الثانية وهي الوقوع. زي ما قلنا الوقوع ممكن يكون من درج، ممكن يكون من سلم، ممكن يكون على الأرض، أرض مبلولة، واحد الزحلق طاح، ممكن يكون من ارتفاع دور أو دورين، ممكن يكون من سقالة، يعني أي وقوع ممكن يحصل قدامك. تتنوع الطرق ولكن الإصابة واحدة فعلا. بالضبط. ودائما إصابات الوقوع ينتج عنها، أو في أغلب الأوقات ينتج عنها إصابات في الرأس أو في العمود الفقري كمان، أو في العمود الفقري أو في الرقبة. أي نعم. فأنا كيف ممكن أساعد المصاب اللي قدامي، أو أحدد مدى خطورة الإصابة اللي يعاني منها. في أشياء دائما كده مبدئيا تبان على المريض، يعني إذا كان المصاب أو الأعراض اللي دائما تيجي مع الوقوع، إذا كانت الإصابة في الرأس، ممكن المريض يشتكي من صداع أو طنين في الأذن، غثيان أو استفراغ، شعور يعني كده يحس إنه دايخ، فقدان للتركيز، ألم في الرقبة، مشاكل في الرؤية، ممكن تورم في الرأس بسبب تجمع دموي تحت فروة الرأس، أو ممكن يكون فقدان الوعي، وغالبا فقدان الوعي يكون لفترة بسيطة. طيب أنا كيف أقدر أتعامل مع المصاب هذا، ومتى أقول لا أنا أحتاج أن أنا أطلب إسعاف الآن؟ تمام. بناء على الأعراض اللي إحنا قلناها هذه، نقدر إحنا نحدد
مدى خطورة الإصابة عند المريض. يعني بناء على شدة الأعراض أو على وضع الأعراض نقدر نقول لا. طيب. الإصابة دكتور. هذه بسيطة. إيه. فضل. دكتور أنت قلت على شدة الأعراض. إحنا قلنا من أحد الأعراض لو فقدان الوعي لفترة وجيزة. صح. تمام. طيب إيش في أعراض ممكن تقول إن هذا الطيحة حقة الشخص خطيرة أو إنها عادية؟ هل في أعراض معينة؟ طيب إذا كان فرضنا يعني سؤالك كأنه أنا متى أطلب الإسعاف أو متى أقول الوضع ممكن يكون كويس وبمسكنات تمشي 100% دكتور صح. تمام. إذا كان في فقدان الوعي ولقيت الإنسان اللي قدامك ما بيستجيب هذا الوقت أنا لازم أطلب إسعاف حالا. إذا كان الصداع في تزايد أنا لازم أطلب الإسعاف حالا. إذا كان نفس المصاب بدأ يشتكي من سلوك غريب غضب ارتباك أنا لازم أطلب الإسعاف. إذا كان عنده مشاكل في الفهم أو في طريقة الكلام أو في المشي برضو من الأشياء التي تدعي أن أطلب الإسعاف. مشكلة في الحواس فقد سمع ضعفت عنده الرؤية مو مركز لازم أطلب الإسعاف. إذا كان بدأ يشتكي من قيء متكرر أنا لازم أطلب الإسعاف. إذا بدأ يشعر بتنميل في أطرافه سواء أطرافه العلوية أو أطرافه السفلية تشنجات إذا كان في دم بيخرج من فتحة الأنف أو فتحة الإذن برضو لازم أطلب الإسعاف. إذا كان عنده فقدان للذاكرة أنا برضو هذه الأشياء اللي تستدعي أنه أنا أطلب الإسعاف حالا. ممتاز. عشان نقول المريض من المستشفى يتم معاينته من الفريق المختص ونشوف إذا كان يحتاج أي إشاعات أو بعض الفحوصات اللي تساعدنا أنه إحنا نقدر نقدم أكبر مساعدة للمريض. ممتاز ممتاز. وكذا نحدد إذا كانت الحالة فعلا تستدعي اتصال للإسعاف أو أنها تستدعي فقط اللي هو مسكنات وشوية راحة والأمور كلها تمام. ولكن طبعا على حسب الطيحة يعني مو زي واحد طاح من الدور مثلا نقول مثلا واحد طاح من فوق سلم ايوه ولقينا راسه مجروحة ودم بينزل ايش ممكن نعمل؟ نرجع لنفس الخطوة اللي احنا قلناها في حوادث السيارات حنسوي نفس الشيء بالضبط. حاول نجيب شاشة نظيفة نضغط على الجرح إلين ما يوقف الدم أو إلين ما تجينا المساعدة. يعني حكاية النزيف هذه تستدعي يعني إيه؟ النزيف هو نفسه سواء بسبب حادث بسبب طيحة سواء بسبب مثلا بسبب سكين وانت في المطبخ أمهاتنا الله يعطيهم ألف عافية وهي بتعمل لك الغداء جرحت نفسها إيش ممكن تعمل؟ هذا نزيف برضو بالضبط نفس الشيء حنحاول نغسل الجرح ونضغط عليه بشاشة نظيفة أو بأي قطعة نظيفة إلى ما يوقف النزيف. إذا استدعى النزيف إن إحنا نروح المستشفى هنروح المستشفى ويشوفنا الطبيب المختص ويقدر يقدم لنا المساعدة اللازمة. دكتور على حكاية الوقوع في سؤال الله يسلمك حلو ولكن أنا أشوف لي علاقة بالصرع أكثر ولكن أسمع الفكرة أو السؤال فكرته بالتحديد. طبعا دكتور أحد المستمع يقول لك في حالة صارت معنا وما أعرف شكلهم مو معرفين هل تصرفهم صحيح ولا خطأ. يقول مصلي معهم في المسجد وقع طاح وهو بيصلي وطيحته كانت قوية وبعدها دخل بتشنج وغيبوبة. فدكتور هذه تصنف برضو نفس الطريقة أنها سقوط ولا يصنف أنه مجرد عارض صرع عادي؟ طيب هذه فيها جزئين جزء الصرع وجزء الوقوع. الوقوع في النهاية هو وقوع فأنت يحتاج أن أنت تتعامل معه كحالة وقوع مبدئيا كحالة وقوع. بس هو بتشنج هو عنده تشنج وصرع فإيش الواحد يسوي في هذه الحالة فعلا؟ طيب إحنا هنتعامل أول شيء في الحالات اللي زي كده إذا كان يعني إحنا قلنا المريض هذا حيكون وقع ومستلقي على الأرض. نعم. إذا كان في حالة قيء إحنا نحاول نخلي المريض على أحد جنبيه عشان يفرغ ما في إيه عشان لا يختنق بهيز أون فوميت زي ما يقولوا. بالضبط. صح بالضبط. فحنخليه على جنبه اليمين على الأقل إلي ما توصلنا المساعدة. طب إذا كان جاله صرع ووقع على الأرض بس بعدها صحي ومستيقظ نخليه مستلقي زي ما قلنا في الحوادث السير مستلقي بشكل مستقيم. نعم. الرأس والرقبة والعمود الفقري على خط واحد. ممتاز ممتاز. بحيث انه نستنى الخدمة الإسعافية تجي وتقدم
أكبر مساعدة للمريض. وهم طبعا ساعدوا المريض أنهم حافظوا عليه بشكل مستقيم لأنه مو معارفين إيش حالته بالتحديد، وهذه هي أفضل الطرق اللي قال عليها دكتور خالد. دكتور خالد، في سؤال جاني بصراحة، لكن شوف أنا بعرض لك السؤال من أحد الإخوة. طبعا يقول لك دكتور خالد، هل وضع الملح على الجرح ينفع؟ هل يوقف النزيف؟ طيب، لا ملح ولا كمون ولا قهوة ولا بن، إيه نعم، ولا الأشياء هذه ممكن يعني ما حتساعدك في إنها هي توقف النزيف قد ما إنها ممكن تدخل ميكروبات أو جراثيم على الجرح. يعني تحرق الجرح، أنا أحس الملح يحرق يا دكتور، يحرق الجرح ما يطبب. يعني إيش يخليك تروح تحط حاجة على الجرح وإنت بإمكانك تضغط على الجرح النزيف يوقف؟ لا بلاش الواحد يحط أي شيء، هذه كلها طب شعبي وما نعرف عن صحته. بالضبط، فأسهل حاجة ممكن تعملها بس أضغط على الجرح حيوقف الدم. هذه طبعا إجابتك على حكاية الملح، وزي ما قال دكتور خالد ما يحتاج، الضغط أسهل وأفضل وأضمن، أسهل حتى وأسرع وأضمن، أنك أنت بتحافظ على نظافة الجرح، بتحافظ على الأنسجة اللي موجودة. أضغط على الجرح، أقرب مستشفى لك حيوقفوا لك النزيف تماما، أعملوا معاك كل الإجراءات السليمة. طيب دكتور خالد، بنطلع فاصل بسيط وحنكمل مع الحروق. مع الأسف احنا وصلنا للفقرة الأخيرة ما شاء الله عليك. طيب احنا لسه مكملين مع دكتور خالد صالح الجهني، استشاري جراحة عامة واستشاري مساعد جراحة الحوادث. قليلا حنكون معاكم، بس أذكركم برقم الواتساب من أجل استفساراتكم 055-66-89-001. ويا هلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين على أثير إذاعتكم الفلف فم. كملين طبعا معكم موضوعنا اليوم، موضوع جدا فعلا مهم لعدة أسباب، حفاظ على حياة، حفاظ على عدم تشوه حتى الجرح ولا الحرق ولا المشكلة معينة، والأهم من ذلك طبعا ثقافة جميلة إحنا بننشرها في المجتمع عشان إن شاء الله ما يكون في حوادث، ما يكون في مشاكل، والجميع طبعا يحفظ حياة قربون منه، لأنه ممكن يصير في مشكلة لأحد من أطراف عائلتك، الوالد، الوالدة، الأخ، الأخت، قريب منك، وتشعر أنت بسعادة أنه في هذه اللحظة بالتحديد قدرت تحفظ حياته. طبعا انحرق أحد عندنا في البيت، إيش نسوي؟ نحط له معجون أسنان، يعني هذه مصيبة كبيرة. دحين هذه مصيبة إحنا بنسويها يا دكتور خالد دايما. إن شاء الله ما هي، إن شاء الله ما هي مصيبة، إذا عرفنا كيف هنتعامل معها بشكل بسيط حيستفيد المصاب وحيقل الألم عند المصاب، وحتقدر أنه أنت توصل المصاب فتعرف من كل المستشفى. طيب دكتور، الحروق طبعا درجات ومشاكلها كثير بالمرة، كلمنا عنها طبعا حسب وجهة نظرك ومن تجربتك. طيب خلينا نقول إيش الحروق الشائعة عندنا وتصيب مين بالضبط. نعم، لأنه الحروق سواء كانت من ماء ساخن ولا من بخار ولا من أشياء حارة، براد، قدر، الأشياء هذه اللي دائما نشوفها في المطبخ، أو حروق بسبب النار، أو أطفال صغار ينحرقون بسبب اللعب بالنار، هذا شيء ثاني كمان. الأطفال الصغار دائما، الأطفال الصغار نسبة الحروق فيهم عالية بسبب الماء الساخن أو البخار أو الأجسام الساخنة، دائما والأم بتطبخ وما هي مركزة مع ولدها، يا يقلب عليه القدر أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يمسك القدر أو يمسك كاوية الملابس، مكوة الملابس، فدائما هذه سبب الأشياء اللي تسبب حروق للأطفال، ودائما نسبتها أكبر في الأطفال. نسبة الحرق بالنار باللهب تكون دائما في البالغين أكثر من الأطفال. على حسب لو لقينا عندنا مصاب حرق، إيش ممكن نسوي؟ يعني إيش الأشياء السهلة اللي أنا ممكن أسويها؟ ولا بلاش نبدأ بالأشياء اللي إيش ممكن نسويها، إيش الأشياء اللي المفروض ما نعملها؟ طيب ايش الاشياء المفروض ما نعملها دكتور؟ قل لنا. ما نحط معجون اسنان. هذه المشكله لغايه اليوم ترى مستمره. ما نحط معجون اسنان يا جماعه، لانه يترك ندبه مستمره ترى في المكان، هذه مشكلته. ما نحط معجون اسنان، ما نحط ثلج، ما نحتاج الثلج. الثلج حيسوي لي تلف للانسجه. كل اللي علي اسويه، اذا كان المكان اللي انحرق عليه ملابس اشيل الملابس، اذا كان المكان اللي انحرق الملابس لاصقه فيه انا لازم اروح المستشفى، والطبيب المختص هو اللي حيشيل الملابس. إذا كان لا قدر الله أحد انحرق في يده بموية حارة ولابس خاتم أو لابس ساعة، إحنا لازم نشيل كل الإكسسوارات سواء خواتم، ساعات، أحزمة،
أحذية إيش ما كانت تشيلها نعم. وفي أسرع وقت ممكن عشان يتهول مكان صح؟ غير أنه يتهول مكان كل ما شلناها بدري كل ما كان أسهل أنه إحنا نشيلها بعد فترة بسيطة المكان اللي انحرق حيصير له تورم رح يكون شيلتها صعبة وممكن يحبس الدم على الأنسجة فأفضل شيء حلو. أن أنا أشيلها في أسرع وقت ممكن طيب شلتها وعندي الحرق أنا إيش ممكن أعمل كل اللي مطلوب مني أنه أنا أغسل مكان الحرق بموية لو موية الحنفية ما عندي مشكلة بس ما تكون حارة تكون الموية باردة فترة يعني لا حارة ولا باردة الأفضل أنها تكون باردة الأفضل تكون باردة تمام بالضبط وما هو يعني مو لازم في وقتها أنه أنا أعقم مكان الحرق سواء بكحول أو بيود ولا بأي مطهرات ثانية لا بس أغسلها وأحطها في موية باردة أو أضغط عليها بموية باردة برضه ما يحتاج أن أنا أحط ثلج لأنه زي ما قلنا الثلج يتلف الأنسجة حيسوي لي تلف الأنسجة قاعدة الموية الباردة على الحروق حتقلل لي الفترة الزمنية للألم وحتقلل مدة الاحتراق بس وتروح تتوجه بعدها على المستشفى وأسهل من كده ما في دكتور بالضبط عشان إزالة الملح حالات إيه؟ وأغلب الحروق نقدر نتعامل معها في البيت يعني ما يحتاج أن احنا نروح المستشفى بس في كم حالة في الحروق لا أنا لازم أتوجه المستشفى حتى لو كان الحرق يعني كذا الحرق جزء بسيط في يعني في بعض الحروق لازم أتوجه لها المستشفى إذا كان الحرق في الوجه أو اليدين أو في الأصابع أو في الأعضاء التناسلية أو في القدمين أنا لازم أتوجه حالا للمستشفى وإذا كان برضو الحرق جاي على أي مفصل سواء الكتف الكوع الركبة أنا لازم أروح المستشفى ممتاز وإذا كان الحرق خلينا نقول مطوق الجسم يعني مطوق الذراع أو مطوق الفخذ أو مطوق الصدر مطوق واحد من الأصابع هذه برضو من الأشياء اللي أنا لازم أتوجه على طول المستشفى وإذا كان الحرق كبير أكثر من 7 سنتي أو عميق برضو أنا لازم أروح المستشفى أكيد في, 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 في فئة معينة من المجتمع هذه لا تستنى الحروق يعني كذا لا تستنى عليهم في الحروق الأطفال تحت 5 سنوات وكبار السن الله يحفظهم لنا اللي فوق 70 سنة إذا انحرق لازم تتوجه فيه على طول المستشفى لأنه فسيولوجية الجسم في الفئة العمرية هذه مختلفة عن الجسم الشخص البالغ وإذا كان في أي علامات للعدوى في الجلد يعني خلينا نقول زي الاحمرار ألم إفرازات يعني كذا تشبه القيح والصديد أو ارتفاع درجة الحرارة أو ارتفاع درجة حرارة الجسم أكثر من 38 درجة هذه برضو من الأشياء اللي تستدعي أن أنا أروح ممتاز عشان بساعد لك يا دكتور عشان مستمعين يكونوا معايا طبعا حالات معينه لابد منها تنقل المستشفى مباشره طبعا قال الدكتور اول شيء المويه البارده وشيل الملابس او الساعات والخواتم ايش ما كانت عن مكان الحرق هذا الشيء طبعا مسلمه حنسميها الشيء بالضبط. الثاني طبعا دكتور كبار السن فوق 70 الاطفال تحت 5 سنين مباشره ينقلون للمستشفى من غير نقاش الحرق اذا كان كبير أكثر من 7 سنتي حكاية إذا كان في علامات معينة على تجرثم نفس الحرق زي القيح أو الإحمرار قيح إحمرار أو ارتفاع درجة الحرارة في الجسم أكثر من 38 هذه كلها دلالات أنه صاير عندي التهاب غالبا حيكون من الحرق اللي عندي وحتى الوجه زي ما تفضلت الوجه والأطراف والأماكن الظاهرة والتطويق في الجسم هذا كله الوجه واليدين والأصابع والقدمين والأعضاء التناسلية هذه من الأشياء اللي تدعي أنك تروح المستشفى أكيد 100% بالذات الوجه ممكن يترك ندبة فلابد من الذهاب للمستشفى على طول طيب زي ما قلنا إيه؟ لو كان الحرق مطوق لمكان معين زي الذراع فاخذ الجسم يعني الصدر إذا كان 360 درجة لا أنا لازم أتوجه للمستشفى دكتور في سؤال بالله من الأخت نهاد لو سمحت أعرف سؤالها غريب شوي بس أكيد أنه حرق يعتبر تقول دكتور هل التعرض لصعقات كهربائية بسيطة من الأفياش مثلا بالخطأ يعتبر نوع من أنواع الحروق يدرج تحت أنواع الحروق يعتبر صح أنواع الحروق أنواع الحروق زي ما قلنا يا حرق ماء ساخن أو حرق بنار أو حرق بمواد كيميائية أو حرق بسبب الكهرباء أو حرق بسبب إشعة الشمس هذه كلها تدرج تحت أنواع الحروق فيعامل المصاب بالصعقة الكهربائية العادية نتكلم مو هي أعوذ بالله الخطيرة بكي يعامل بالحروق يعني برضو موية باردة حكاية إزالة الملابس من نفس المكان بنفس الطريقة يعامل بنفس الطريقة مع يعني الصعقة الكهربائية بالذات في له كده أشياء معينة يعني
إذا كان إذا أنت واجهت صعق كهربائي وبدأت تحس إنه مثلاً عندك خفقان قلب، عندك آلام في الجسم أو عندك ألم شديد مكان الصعق الكهربائي، ما هتستنى طبعاً، لازم تروح المستشفى مباشرة. لازم يتم تشخيصك من قبل الطبيب المختص. ممكن تحتاج فحوصات، ممكن تحتاج تخطيط للقلب. الأشياء هذه كلها هتساعدك. يعني في النهاية الإنسان طبيب نفسه، أنت هتعرف إذا كان يعني هل هي صعقة بسيطة وزي ما كلنا حصلت فينا قبل كده إنه والله اتكهربت وخلاص، ولا لا إنه حصل لك شيء يعني حسيت إنه في إنه يستدعي شديد، إنه عدم راحة، ألم شديد بالضبط. فهذا الوقت لا، أنت لازم تتوجه للمستشفى، لازم ما تصبر على نفسك. إني أنا أروح وأطمن وأموري كلها كويسة أفضل من إنه لا قدر الله أسكت على نفسي وتصير مضاعفات وتطول مدة العلاج. دكتور خالد صالح الجهني، دكتورنا اليوم ونجمنا، استشاري جراحة عامة، استشاري مساعد جراحة الحوادث، نشكرك على وقتك الغالي اللي قضيته معانا اليوم في برنامج طبابة في إذاعة ألف ألف FM، إذاعتك يا دكتور. الشكر لك للأمانة أستاذ هاني، حقيقي يعطيكم العافية. أتمنى أن تكون الساعة هذه أضافت ولو جزء بسيط للمجتمع، ثقفت الناس إيش ممكن إحنا نعمل وقت الحوادث، كيف ممكن نساعد أي أحد في حادث. أتمنى من كل قلبي إنه مو أول أحد أنت تساعده يكون إنسان جدا عزيز عليك، وإن كان لا قدر الله إنسان جدا عزيز عليك، وإنك حتكون على الأقل عارف أنت إيش بتسوي، تقدم الخدمة البسيطة السهلة اللي حتساعد فيها المريض أكثر من أنك تضره. جدا ممتن يا خالد، أنا أشكرك، الله يعطيك العافية يا رب. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك يا دكتور خالد، إلى إن شاء الله لقاءاتك مستقبلية، بس المرة الجاية تكون عندنا بالاستوديو إذا ربي أراد. بإذن واحد أحد إن شاء الله. شكرا لك دكتور خالد، وإن شاء الله ما تسمع غير كل الخبريات الحلوة زي ما يقولوا، وما تشوف إصابات بإذن الله، مع أنه شيء مستحيل، الحياة مستمرة بحلوها ومرها. الحمد لله. الحمد لله. صدقني إذا أخذتها من الجانب الكويس فهو شيء يعني شيء على الأقل يبسطك، لما تساعد إنسان ويقوم بعدها بالسلامة فهذا بحد ذاته الحمد لله. شكرا لك، بالعكس أحلى شيء الإيجابية ومسكة ختام، الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. في معني لي دكتور خالد، مع السلامة. وكان معكم من خلف المايك أنا هاني المهندس في برنامجكم طبابة، البرنامج اليومي الطبي، من الإخراج والكنترول معانا المبدعة هالة منصور. إلى لقاء معكم بالغد بنفس الوقت، في معني الله.